إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء، لا إله إلا الله الحي القيوم، لا إله إلا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وهو سبحانه وتعالى الواحد القهار المهيمن المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما، المهيمن الشاهد على خلقه بأعمالهم، المصلح لأمورهم، المتصرف فيهم كما يشاء سبحانه وتعالى، له القدرة والسيطرة، يحيط بالخفايا. لا إله إلا هو، ملك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، لا يمانع ولا يدافع، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني: قدرته تامة لا تحدها حدود، ولا تقيدها قيود، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأفعاله تعالى لا أول لها، وكذلك لا آخر لها. ومعنى المهيمن المحيط بغيره، الذي لا يخرج عن قدرته مقدور، له الفضل على كل مخلوق من كل وجه في كل الأمور، وهو المستغني عن غيره، وإليه تصير الأمور. خلق الأشياء بقدرته، ودبرها بمشيئته، وقاهرها بجبروته، وذللها بعزته، فذل لعظمته المتكبرون، واستكان لعزته المتعاظمون، وانقطع دون الرسوخ في علمه العالمون، ذلت له الرقاب، وحارت في ملكوته فطن ذوي الألباب، وقامت بكلماته السماوات السبع، واستقرت الأرض المهاد، وثبتت الجبال الرواسي، وجرت الرياح اللواقح، وسار في جو السماء السحاب، وقامت على حدودها البحار، وهو الله الواحد القهار. وما تشاءون إلا أن يشاء الله جل المهيمن عما لا يليق به، وقال عن كل نفس أنه معها في قبضة الحق، هذا الكون أجمعه جل المهيمن إن أعطى وإن منع. جل المهيمن ربًا لا شريك له، وجل إن لم يهب شيئًا وإن وهب، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل، ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظه، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قسم الأرزاق فلا يستطيع أحد أن ينال شيئاً لم يكتبه له، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فجعل هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أصفر وهذا أسود،
وجعل لسان هذا عربياً ولسان هذا أعجمياً، جعل هذه أنثى وهذا ذكرا، وهو سبحانه يتحكم بخلقه في العقم والإنجاب. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وهكذا فإنه سبحانه وتعالى نافذ في أمره، نافذ أمره لا يرده أحد، وهو عز وجل يتحكم في الأجنة في بطون أمهاتها، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك: أي رب، ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. رواه البخاري ومسلم. وحاول هؤلاء البشر بالهندسة الوراثية تغيير المورثات الجينية الموجودة في الخلايا الحية فيما يزعمونه من مشروع تحسين السلالة البشرية والعبث بصفات الإنسان، وقالوا إنهم سيصلون إلى مكافحة الهرم والقضاء على هذه الآفة بحيث تستمر الخلايا شابة والناس لا يموتون. ولكن هيهات هيهات، وقد قال عليه الصلاة والسلام وأخبر بأن الله أنزل لكل داء دواء إلا الهرم فإنه لا دواء له. وهذا التحدي الإلهي لهؤلاء علماء البيولوجيا والأحياء أن يستطيعوا دفع الهرم وأن يبقى الناس شباباً لا يدركهم الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هؤلاء الذين بطرت معيشتهم فيريدون التلاعب بالخلقة، تارة بحب الاستطلاع العلمي، وتارة بقصد التسلية، وتارة يأتيك ولد حسب الطلب، وتارة بزعمهم سيستطيعون أن يشكلوا المخلوق في بطن أمه كيف يشاءون. عبثوا بالخلق في قضية الاستنساخ، فإلى ماذا وصلوا؟ مات المستنسخ، ومات المنسوخ منه، ومات الذي قام بهذه العملية فنسخ وصار أثراً بعد عين.